تعادل سلبي بدون اهداف في الشوط الاول بين الاهلي وانبي. في شوط كانت الافضليه والسيطره للنادي الاهلي واضاع فيها الفوز. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف راي نجومنا الكبار في احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا سيطره واستحواذ والافضليه للنادي الاهلي ولكن اضاع فيها اكثر من فرصه. شفنا سيطره واستحواذ وحريه تحركات جوه الملعب، مفيش التزام، مفيش اي حاجه. وجود لاحمد عبد القادر انا كنت يعني خايف عليه النهارده، انما الحقيقه عنده ثقه وبيمسك الكوره كويس قوي. على فترات هو واكرم توفيق عملوا حالة ناحية اليمين كده كان ممكن نستغلها ونترجم أهداف. ما زلت أنا مصمم إن منطقة الجزاء مش هتستحمل محمد شريف لوحده كده، إن هو اللي بيحاول لوحده في كل حاجة. لازم يبقى فيه أكتر من زيادة عددية والقادمون من الخلف والحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها في الكورة دي. فلازم يبقى فيه تغيير سريع للراجل اللي إحنا يعني وجه جديد بالنسبة لنا حسام حسن، ودي منطقته وعنده سنس في الحتة دي، وأعتقد هيريح محمد شريف كمان. فلازم يبقى في تغيير في المفهوم وتدوير في الملعب عشان تستغل العرضيات اللي بتحصل اذا كانت من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. لازم ادي للراجل حتى اللي بيعمل العرضيه ادي له شكل ان في تواجد تيشيرت احمر جوه، لما تترد الاقي تيشيرت احمر برده هو اللي بيستحوذ. كنت بتكلموا على قفشه النهارده في التحليل وملكات، حاسس انا في مش عدم التزام بالاماكن، انما في هروب من الرقابه على الداخل كله، فكله بيطلع جوه. بعدين الاقي علي معلول بيتعامل لوحده ناحيه الشمال، فين وفين لما يجي ديانج في نفسه كان يعمل فولو ويخش من جوه الملعب ويكمل ويقطع كوره فيروح لعبها لمعلول. فلغه التعامل بين الباك ليفت وبقيه الفرقه، الحته الشمال دي فاضيه ما فيهاش العادي اللي احنا كنا بنشوفه اكتر. صحيح. اللي هو 1-2-3 اقدر اعمل ضربه بباص بكده، فاقدر اعمل كره عرضيه سهله اي حد يقدر يجيب جول. فاحنا محتاجين تدعيم في الفريق في ناحيه الهجوم داخل منطقه الجزاء. ده اللي انا حاسه يعني. كابتن علاء، يمكن البدايه كانت افضل من الماتشات اللي فاتت، ولكن برضو حته عدم التعامل مع الكرات العرضيه او مع الكور اللي انت ممكن تحسمها كاهداف، عدم استغلال الفرص بصوره جيده. بالظبط، يعني انت بدايتك كويسه جدا، في سرعه في اداء كويسه، في حركه كويسه، في ما فيش تخالط بالمراكز. مظبوط، ما فيش. انا كنت قلقان يبقى في زي ما اكون يعني عارف انت اللعيبه متضايقه او زهقان او كسلان، لكن لا، واضح ان كل حاجه اتحسنت الاسرع، كل حاجه الاسرع. انت بس بقيت لك هدف بس. جالك فرص كتير قوي، جات لك فرص سهله كتير. يعني اخر واحده محمد شريف، هو لو ساب دماغه بس كده الكره تخبط فيها تخش من غير اي معاناه، لكن بتوصل وبتوصل كويس، هتحرز اهداف ان شاء الله. لكن الشكل العام لا، والشكل حتى الهجمات بتاعت انبي ما فيهاش خطوره كتير قوي، بس هي في واحده كده هي فيها شك على فكره كمان اوفسايد، بس مش عايز اتكلم فيها دي، بس أيمن أشرف كويس. دي الخطا الوحيد، وايمن يعني عالج الخطا ده. لا، الشكل احسن، لكن لازم كثافه في 18 كتير، لازم استغلال الفرص كويس قوي طبعا، خصوصا محمد شريف. لازم حتى لو ضاع فرصه واثنين وثلاثه زي ما كان بيتكلم بلال، يركز ان شاء الله ان هو يحرز هدف النهارده، اعتقد تبقى الامور اسهل بكتير باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. الشوط الاولاني النادي الاهلي ادى اداء كويس، ولكن كان في تسرع في انهاء الهجمه، وكمان نص الملعب عدم التحرك كتير، مفترض انه يتحرك. قفشه يمكن عايز اقول انه هروبه للحتت اللي على الاطراف في بيقلل من خطورته، عايزه يهرب بدياجونال جوه ال 18، عايزه يلعب على الجون. الحاجه الثانيه المهمه، عبد القادر ادى اداء كويس ومتميز. انا شايف ان هو هيبقى ان شاء الله يبقى ليه دور ثاني في الشوط الثاني. الحاجه الثانيه المهمه انك لازم تستغل الاهداف ولازم تجيب هدف علشان يفتح الفرق اللي قدامك، لكن انت طول الوقت لما بتضيع اهداف الفرقه الثانيه بتاخد ثقه اعلى وبتدافع عليك اكتر، وبعدين الوقعه والحاجات دي هتحصل في الشوط الثاني. ولكن انت بتلعب مباريات كاس، لازم
تهدى شويه. بس احنا مش عايزين الماتش يطول ويخش لحد ما نوصل ضربات جزاء برده، مش عايز زي الكوره زي بتاعت ايمن اشرف اللي كلها مش عاوز اندفاع علشان ما تصعبش عليك الامور لا قدر الله يحرز هدف. في توازن كويس ولكن الضغط يبقى اعلى، استغلال الفرص الاولى بس. صحيح. كابتن بلال هيتعامل ازاي مستر موسيماني مع الاحداث الشوط الثاني، وايه الاوراق اللي عنده اللي ممكن يستخدمه؟ الاهلي النهارده بيلعب كره سريعه شويه، يعني عكس المباراه اللي فاتت كرته سريعه، الوصول للمرمى بنوصل بشكل اسرع بكتير جدا. المباراه اللي فاتت في يمكن تحرر لبعض اللعيبه شويه داخل الملعب، ولكن المطلوب هو الانتشار الجيد في ال 18. يعني في اكتر من حوالي 6 7 كرات عرضيه للنادي الاهلي، تمام، اتلعبوا بشكل جيد، ولكن الانتشار داخل ال 18 سيء جدا جدا. لازم يبقى في انتشار جيد داخل ال 18 عشان نقدر نستغل الفرص. تاني حاجه، ان لما تيجي فرصه لازم تبقى يعني تستغلها بشكل كويس. يعني النهارده ما ينفعش بدر بانون بيحط الكره بالشكل ده وهو مميز في الكرات العاليه. محمد شريف لازم يبقى عنده دقه اكتر من كده داخل ال 18. احمد عبد القادر، مجدي أفشل اللعيب بالظبط، أفشل الكره الاخيره. يعني انت النهارده بتلعب قدام ال 18، مهمتك الاساسيه انك تصنع او تسجل اهداف. لما تتاح فرصه في مباراه صعبه زي دي شويه، مباراه فيها تكتلات دفاعيه، لازم تستغلها بشكل كويس. الحاجه الثانيه والمهمه، الشوط الاول ما شفناش تصويبه من بره ال 18 لا من السوليه ولا من اليو ديانج. انت بتلعب فرقه متمركزه في ال 18 وممكن تتاح لك اكتر من فرصه للتصويب. لازم تصويب من السوليه، لازم تصويب من اليو ديانج. النهارده ما ينفعش كل الكرات يبقى انت حتى وهي والزوايا مقفوله، انك لازم كل كره تطلع بالعرض عشان تعملها كروس، واحنا ما عندناش للاسف حد بيجيد اللعب داخل ال 18 بدماغه. بس هو خلي بال حضرتك ان برضه يعني بالرغم من كده، انما هم عندهم ثغرات كمان في النواحي الدفاعيه. كل الكرات العرضيه بالظبط تقريبا خطر. معظمها خطر على ام بي، ومعظمها للنادي الاهلي. يعني صحيح. هي بس سوء استغلال، سوء استغلال وسوء تحرك داخل ال 18. في اكتر من كره شريف بدل ما يتحرك ويقطع القريبه بيستنى على البعيده، في مره بدل ما المفترض ان هو يقطع على البعيده بس بيروح على القريبه. التحركات ما فيهاش ربط داخل ال 18، ودي مشكله النادي الاهلي في الشوط الاول. لكن علي معلول عامل شغل كويس، تمام. كهربا النهارده عامل اداء جيد. احمد عبد القادر النهارده بنثني عليه، النهارده اول مباراه ليه مع النادي الاهلي، واضح ان عنده شخصيه، عنده مقاومات اللعيب الجيد، واحد بيروح، عنده جراءه جيده جدا جدا جدا. هيبقى يعني الماتشات اللي جايه ان شاء الله يبقى افضل من كده بكتير جدا جدا جدا. ولكن الاهلي محتاج المان تارجت اللي يسجل هدف من كره عرضيه، لان انت خلاص انت بتشتغل كل الشغل بتبنيه على انك بتروح ناحيه اليمين اكرم توفيق عشان يعمل عرضيات، او ناحيه الشمال لعلي معلول يشتغل في العرض. فانت لازم يعني حسام حسن لو جاهز المفترض يبقى موجود برضه في ملعب جنب، موجود جنب شريف او مكان شريف المفترض يبقى موجود، طالما هي دي الاستراتيجيه اللي انت كنادي اللي بتلعب عليها. شريف مش مميز في الكرات العاليه يعني، لكن ممكن يبقى حسام حسن مميز في الكرات العاليه. انت ما بتعملش النهارده مجهود كبير ومش قادرين نستغل الشريف لان ما فيش مساحات يتحرك فيها، لكن في كرات عرضيه كتير جدا. اتمنى من لعيبه النادي الاهلي استغلالها الشوط باذن الله. التاني باذن الله ان شاء الله. كابتن شريف، ايه الاوراق اللي بره اللي ممكن يستغلها مستر موسيماني؟ في حسام حسن طبعا. حسام حسن في حاله نزول حسام حسن، قصدك ان انت تلعب براسين حربه ولا شريف يتطرف يعني زي ما كلنا قلنا احنا بنتمنى الزياده العدديه اللي هي موجوده تبقى موجوده جوه منطقه الجزاء، خاصه ان لعيبه انبي يعني بتسالك هو فين الجول اللي انت هتجيبه؟ يعني هم نفسهم مستنيين منك انك انت تحرز هدف، يعني ما عندهمش امكانيات ولا من الباور اللي هم بيجاريك جامد جدا غير على فترات بعيده. كل ربع ساعه نشوف لهم هجمه او اتنين. ده هو تقريبا يا كابتن بيلعب من غير راس حرب غالبا هم بقوه الدفع، لو الباص 1 2 3 عدت بيبقوا موجودين عندك في ال 18 وبيحاولوا يخلصوا منها باي تصويبه. فلازم زي ما الكباتن قالت لازم يكون في عندك حاجه انت كمان بتعملها لمحمود جاد، انك بتشوط من بره. لو انت شايف لازم يبقى في جرأه، شايف ان صلاح محسن. الحقيقه انا عايز ادي عبد القادر وكهربا فتره كمان في الملعب شويه، يجوز لان كهربا شايفه واقف على كورته كويس، يعني مش من الدرجه اللي هو لازم يتغير. انما لازم اضحي بديفندر او اي حاجه وانزل حسام حسن، يعني نفسي مره انا اشوف ديفندر بيطلع وفيرود بينزل يبقى في شكل تاني. يعني كابتن علاء هنشوف اهداف الشوط الثاني ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عادل. اكيد ان شاء الله. كابتن بلال. اتمنى يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.